في كتير طرق وسط الحياة تاهوا فيها ناس وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح هو الحياة، هو الطريق 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 أحبائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذه الحلقة من برنامجكم أقباط في حب مصر. النهاردة بنتكلم في أحداث مضت في مصر، وبنتكلم عن بعض ردود الأفعال ونحاول نحلل ما يحدث. دائما نحاول أن نكون على قدر المسؤولية بأننا نحاول تحليل الأفكار أكثر منها في تحليل الأحداث أو النظر إلى ما هو أمامنا، لكن في أوضاع كثيرة يجب العودة إلى الخلف والنظر إلى الأحداث في حد ذاتها والبحث عن الأفكار خلفها. للأسف النهاردة برضو زي ما قلنا الأسبوع الماضي أتسابونا مش هيكون موجود معنا، ربنا يديله الصحة ويمد يد الشفاء سريعا ويرجعه لنا بالسلامة. بنستوحشه كتير وبنفتقده كتير في البرنامج، وخصوصا أنه بيدي للبرنامج طعم ونكهة مختلفة جدا. فأرجوكم نشارك مع بعض بالانسكاب أمام عرش رب المجد ونطلب الشفاء العاجل وسرعة عودة قدس أبونا مرقس لينا. الحلقة النهاردة زي ما قلت لحضراتكم متنوعة، لكن كمان هيكون فيها نظرات لأشياء غريبة. على سبيل المثال المعزول محمد مرسي بيقول ايه؟ انتظروني بينكم في عيد الفطر. فواضح ان محمد مرسي دلوقتي عايش في دور صاج كحك. تعرفوا انتوا كحك العيد بيتعمل في صاجات، فهو عايش في دور صاج الكحك دلوقتي، فبيقول لانصاره انتظروني بينكم في عيد الفطر. أرسل المعزول محمد مرسي برسالة من خلف القضبان لأنصاره بشرهم فيها بأنه سيكون بينهم ويحتفل معهم بعيد الفطر، بعدما رأى في منامه أنه سينال البراءة من كل الاتهامات الموجهة إليه بحسب مصدر بفريق دفاع، وطالب أنصاره بالثبات والاستمرار في مواصفها بالثورة ضد الإنقلابيين حتى استرداد الشرعية المغتصبة بحسب قوله. وقال في تهنئته للمصريين بمناسبة حلول شهر رمضان أثناء سماع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي للشاهد في قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادي نطرون والمتهم فيها الرئيس الأسبق. إزاي بيكتبوا الرئيس الأسبق؟ المتهم فيها محمد مرسي وقيادات تنظيم الإخوان. القاضي وجه الحديث لمحمد مرسي قال له يا مرسي صوتك عالي وبطل كلام. فرد مرسي أنا عاوز أكلمك وأنت مش بترد علي، وكل سنة وانتم طيبين يا سيادة المستشار والشعب المصري بخير بنسبة شهر رمضان الكريم.
وتضم قائمة المتهمين في القضية 131 متهم، من بينهم محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان على رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتني وعصام العريان وصفوت حجازي، بالإضافة إلى عناصر أخرى حضراتكم طبعا تعرفوها. والقضية أيضا بتضم 22 متهم محبوس احتياطي، وبيحاكم البقية بصورة غيابية باعتبارهم هاربون، ومن ضمن من ضمنهم عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني وطبعا محمود عزت. من ناحية تانية، وقبل بس قبل ما نتكلم في الموضوع دوت، بنتوجه بالتهنئة لكل الشعب المصري وكل إخواتنا المسلمين في العالم كله بمناسبة حلول شهر رمضان، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. واسمحوا لي إني أوجه التهنئة لأسرتي في الإسكندرية في مصر، كل سنة وأنتم طيبين. بتذكر دايما لما كان يجي أول رمضان، والدي ما كانش بيروح يصلي المغرب في الجامع في أول يوم، دايما لازم كان يقضي معانا ونفطر كلنا مع بعض. تاني يوم كان دايما يروح يصلي المغرب الأول بعدين يرجع يفطر. وفي أول يوم رمضان أتذكر مقولته اللي كانت بتتكرر كل سنة ولسه بترن في وداني لغاية دلوقتي، بعد ما يدن المغرب أو يضرب المدفع بعد أول يوم، يقول: والله عديت يا رمضان، ما فضلش فيك غير 10 وتسيعة. فكل سنة وانتم طيبين، وكل سنة ومصر كلها بخير، كل سنة ومصر كلها إيد واحدة. مصر هي البلد الوحيدة اللي غير المسلمين فيها بيحتفلوا برمضان زيهم زي المسلمين ويمكن أكتر شوية. فكل سنة وحضراتكم طيبين، ويعيد الأيام بخير. من ناحية تانية، القرد اللي خان أردوغان بيتطاول على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمام الاتحاد الأوروبي، وتسبب بذلك في إحراج لرئيس تركي، حيث تسبب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في إحراج الرئيس عبد الله جول أمام سفراء الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة في تركيا، منتقدا تهنئته السابقة للرئيس المصري المنتخب حديثا عبد الفتاح السيسي. وتطاول أردوغان على السيسي في لقائه مع سفراء الاتحاد الأوروبي خلال وجبة العشاء قائلا: يجب أن أكون صادقا معكم، بالنسبة لي فإن تهنئة جول والقادة الآخرين لا تحمل أي معنى، لأنه لا يمكن تقديم التهاني لقائد الانقلاب على حد زعم. وأشار أردوغان في التصريحات التي نقلتها صحيفة ميدل إيست مونيتور إلى أن مصر لا تزال تلعب دورا محوريا في مستقبل الشرق الأوسط، معربا عن تمنياته لمصر وشعبها أن تتمتع بالديمقراطية الفعلية. لا يا راجل. ومشددا على أن موقف حكومته تجاه مصر ينبع من هذه النقطة. وأكد رئيس الوزراء التركي على أن موقف أنقرة لن يتغير تجاه مصر، منتقدا البلدان التي لم تستدعي سفيرها بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي. طب واللي بيحصل في ميدان تقسيم يا اردوغان؟ عامة انا عايز اقول لك حاجة، في ثلاث ابيات يترد بيها على واحد زيك. اول واحد بيقول: ما أبعد العيب والنقصان عن شرفي، أنا الثريا وزان الشيب والهرم. والبيت التاني بتقول: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كاملا. إذا أتتك المذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كاملا. والأخيرة روعة المتنبي: لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري. ماشي يا أردوغان، وبعدين بتتكلم عن الديمقراطية،
أين الديمقراطية في قمع المتظاهرين المحتجين ضدك؟ أين الديمقراطية في قمعك لمتظاهرين كانوا يحتجوا على حكومة أخرى غير حكومتك فقمت بزج بهم في السجون؟ وأتذكر منهم أحد الناشطين الإيرانيين. فين ديمقراطيتك يا أردوغان؟ عامة حلم الخلافة بتاعك أصبح كابوس بيؤرق الناس كلها، فبالتالي الأحسن إن أنت تتغطى كويس، لأن خلاص المؤامرة انكشفت. أنا ما بقولش انتهت، بس انكشفت. وإن إحنا نبقى عارفين عدونا وشايفين عدونا يبقى كسبنا نص الحرب. وأمثالك وأمثال النكسجية بيسموهم أيتام مجيدة، الباكين على حائط مبكى مجيدة، إلى زوال، ومصر تسترد وضعها شيئا فشيئا في منطقة الشرق الأوسط وفي منطقة إفريقيا وعلى المحور السياسي العالمي. فموتوا بغيظكم يا قردخان. من ناحية تانية لسه في كلام كتير، بس قبل ما نبتدي نتكلم خلينا مع بعض نسمع المقطع الافتتاحي. صدر خلي بلادك تقوى وتكبر، قوم بإيمان وبروح وضمير، دوس على كل الصعب على كل الصعب وسير سير سير، قوم بإيمان وبروح وضمير، دوس على كل الصعب على كل الصعب وسير، حق بلادك وحده عليك، عايز منك سعي كتير، دوس على كل الصعب وسير، ادي العمل جهد زيادة، ده اللي خلصنا عملنا عبادة، قوم بإيمان وبروح وضمير، دوس على كل الصعب، على كل الصعب وسير. كمل لمجد الوطن
سمي صلي كبر توصل فوق المعجزة واكتر فلوس على كل الصعب على كل الصعب وسيب يا ترى هنقدر ندوس على كل الصعب؟ يا ترى هنقدر نوقف حملات التشكيك وحملات الاستهانة بما يتم إنجازه في أوقات خيالية؟ يا ترى حضراتكم تعرفوا قد إيه المؤامرة بتستعر أكتر الآن تجاه مصر؟ بسيطة، حضراتكم تعرفوا حصان طروادة من ملحمة الإلياذة بتاعت هوميروس؟ خلينا نلعب مع بعض شوية تاريخ. إيه هو حصان طروادة؟ حصان خشبي، طبعا هو أسطورة، لكن اتعمل هيكل ليه في سنة 2004، واتعمل الهيكل ده عشان تمثيل فيلم بيحكي هذه الأسطورة. فحصان طروادة ده كان أكبر حصان خشبي في التاريخ، طوله حوالي 108 متر ووزنه حوالي 3 طن ومجوف من جوه، ويعتبر أمتن حصان خشبي في العالم. مدينة طروادة كانت تحت إمرة الأمير هكتور والأمير بارس، والأمير بارس دوت كان سبب رئيسي في الحرب. ليه؟ لأن أثناء زيارة لملك إسبارتا، بارس دوت خطف هيلين ملكة إسبارتا، وكانت زوجة منلاوس شقيق أجاممنون ابن أتريوس. الأسطورة بتقول إن الحصار الإغريقي لطروادة قعد حوالي 10 سنوات، والإغريق ابتدعوا حيلة جديدة إنهم لموا الخشب اللي على شط البحر وعملوا منه حصان مجوف اللي بناه واحد اسمه إيبيوس، وحط فيه مجموعة من أمهر المحاربين الإغريق بقيادة أوديسيوس، وبقية الجيش استخبى، عمل ان هو لم خيامه وعزاله ومشي، لكن في الواقع هو كان بيختبئ خلف صخرة تيندوس. والطرواديون او الطراودة قبلوا الحصان ده كهدية، كتعبير عن السلام. وواحد إغريقي، جاسوس إغريقي اسمه سينون، أقنع الطراودة أو الطرواديين بأن الحصان هدية، في حين أن كان كاساندرا ولاكون وهيلين نفسها وديفوبوس فحصوا الحصان وقالوا خدوا بالكوا دي خدعة، لكن الملك أمر بإدخال الحصان إلى المدينة في احتفال كبير متفائلا بفك الحصار وان الامور ستعود الى طبيعتها. واحتفل الطراوده او الترواديون برفع الحصار وابتهجوا واكلوا وشربوا وسكروا حتى الثمالة. وفي ساعات الليل والناس في حالة سكر وعدم اتزان، خرج الإغريق من داخل الحصان
ومجموعة المحاربين المهرة فتحوا أبواب المدينة لبقية الجيش الإغريقي العرمرم ليدخل إلى المدينة ويفسدها فساد لم يشاهده التاريخ، وقتل كل الرجال وأخذ كل النساء والأطفال كعبيد. دي قصة حصان طروادة. ليه بقى أنا بقول درس التاريخ ده؟ لأن في مخطط من دولة الإخوان لاختراق مجلس النواب. يعني إيه؟ يعني حصان طروادة. التنظيم الدولي لجماعة الإخوان بدأ بالاستعداد لتنفيذ خطة اختراق مجلس النواب، والدفع بعدد من عناصر الجماعة غير المعروفين بميولهم الإخوانية عشان يخوضوا الانتخابات كمستقلين بعيدا عن أي أحزاب أو أي أحزاب ذات توجهات إسلامية، بما في ذلك الأحزاب المتحالفة مع الإخوان زي الوسط والوطن السلفي والأصالة والاستقلال. ثروت الخرباوي بيقول إن البرلمان بالنسبة للإخوان حياة أو موت ولن يتركوه، وتوسون هيدافع عن المرشحين السريين حال الطعن عليهم. فرغم حظر جماعة الإخوان وأنشطتها باعتبارها جماعة إرهابية وتوجيه ضربات قاسمة لتنظيمها وأعضائها في الداخل وفي الخارج، إلا إنهم لا يزالون مصرين على العمل في السر. وهم الحقيقة برعوا في العمل في السر ولا يستطيعوا في العمل العلني، وشفناهم قد إيه إنهم خابوا في العمل العلني، لأنهم طوال 83 سنة كانوا تحت الأرض فما يعرفوش يشتغلوا فوق الأرض. بيظلوا يعملوا في السر، ورغم التأكيد الصارم اللي قطعه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه لن يسمح بوجودهم في الحياة السياسية المقبلة سواء كانوا حزب أو جماعة، وأنه لا تصالح معهم تحت أي ظروف، فإن الجماعة الإرهابية وتنظيمها الدولي لا تكل ولا تمل من تدبير المؤامرات، وخصوصا بعد تأكدهم أنه لن يلتفت إليهم أحد، فقرروا تدبير البرلمان القادم بشكل خفي. الشكل ده فيه كتير قوي ما يعرفوش. التنظيم الدولي وفقا لما أكدته المصادر قرر تكليف محمود حسين أمين عام الجماعة الهارب والمقيم في تركيا بالتواصل مع الشخصيات التي يمكن إسناد هذه المهمة لها، حيث وقع الاختيار على كل من السفير السابق عبد الله الأشعل والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية في عهد الإخوان، والذي تنازل لصالح مرشحهم المعزول محمد مرسي. كما شملت الاتصالات أيضا عضو مجلس الشورى المنحل والقيادي بحزب غد الثورة الذي يرأسه الهارب في لبنان أيمن نور، والقيادي بحزب الحرية والعدالة رفيق حبيب لتولي اختيارات شخصيات قبطية معادية لثورة 30 يونيو والدافع بها في الانتخابات. بدأ القيادي الإخواني الموجود داخل مصر الدكتور محمد علي بشر اللي هو بتاع دعم الشرعية، والقائم بعمل رئيس حزب الحرية والعدالة، إجراء سلسلة من الاتصالات مع العناصر الإخوانية المؤهلة لخوض هذه الانتخابات، وبحث سبل دعمها ماليا وإعلاميا، وتشكيل فريق قانوني برئاسة القيادي الإخواني المحامي محمد طوسن لتولي الدفاع عنهم في حال تقديم أي طعون انتخابية لاستبعادهم من الترشيح. سامح عيد أحد شباب الإخوان المنشقين عن الجماعة، برضو بنحط تحت الكلمة دي 20 خط، الإخوان إذا اتخذوا تلك الخطوة بالمشاركة في البرلمان المقبل سواء بدعم مرشح لهم أو مرشح تابع لهم، سيكون ذلك اعترافا منهم بخريطة الطريق وثورة 30 يونيو، مما سيشكل حلقة جديدة في مسلسل تناقضاتهم، موضحا بأنهم يملكون أرقاما وكتلا صوتية كبيرة في الشارع وفي بعض المناطق، ومن حق أي من الأسماء البعيدة عنهم أن يدخلوا البرلمان دون عوائق، وإن النظام الفردي سيساعد على دخولهم البرلمان بسهولة، لأن هناك مناطق سيكون متوسط عدد المرشحين بيها 50 في الدائرة الواحدة، 20 منهم من الأحزاب والباقيين مستقلين، فهم يملكون أرقاما ثابتة لكن الأحزاب لهم أرقام مبعثرة.
وأكد عيد أن الإخوان ليس لديهم مشكلة فقهية مع استغلال قيادات قبطية لتحقيق ما يريدونه في البرلمان، منوها على أن التنظيم الدولي والقيادات الكبيرة لهم في مصر لديهم رغبة في ممارسة الحياة السياسية. الحقيقة مش الإخوان بس اللي ما عندهمش مشكلات فقهية، كمان حزب النور اتضح إن هم ما عندهمش مشكلات فقهية في إدراج أقباط واستخدامهم في الحزب بتاعهم. ده كلام واحد من اللي هم بيسموه الإخوان المنشقين أو شباب الإخوان. خدوا بالكم من الكلام من فضلكم. فإحنا لسه قدامنا الفرصة إن هم يحاولوا يتسللوا إلى داخل البرلمان حتى عن طريق شراء بعض المرشحين. يعني مثلا ورد شراء الإخوان لبعض القيادات القبطية للترشح عنهم في بعض المناطق، وإن استخدام الجماعة لمسيحيين في بعض الأحيان يساريين كحصان طروادة ليس أمرا جديدا، فقد حدث قبل ذلك. قام الإخوان بتعيين بعض الأقباط في مجلس الشورى منوها إلى أنهم مكشوفون ومعروفون للرأي العام. يا سادة، حصان طروادة يبعث من جديد، والإخوان لن تترك الحياة السياسية في مصر بسهولة، فيجب التعامل معهم بمنتهى الحرص، ويجب أن يكون للأقباط صوت في هذا. فعلينا جميعا كأقباط، كمصريين أولا، أن نقاطع كل من يمثل الإخوان أو أي تيار إسلامي حزبي في انتخابات برلمانية، حتى وإن كانت فرصة لقبطي أن يكون في البرلمان. لا، فمن فضلكم عايزين يكون لنا دور. حاضر أستاذ آدم، إحنا بعد إذن حضراتكم بنفتح التليفونات، واللي عنده أي تعليق، مشاركة، سؤال، استفسار، أهلا وسهلا بكم. فإحنا دلوقتي في محاولة اختراق للمدينة. مصر دلوقتي هي المدينة. العالم بيحاول إنه يستمر في حصار مصر، وبيستخدم القوة الضاربة بتاعته اللي هي الإخوان، وبيحاولوا اختراق المدينة. فهل يا ترى هنسمح باختراق المدينة عبر وجود العناصر الإخوانية والسلفية في الانتخابات البرلمانية؟ حتى لو كان من حقهم انهم يترشحوا، هل هنسمح انهم ينجحوا ويدخلوا مجلس الشعب؟ على فكرة بهماش هبل، لان حسب كلام عضو الكونجرس الامريكي اللي كان في المؤتمر بتاع كابتك سوليداريتي او منظمه التضامن القبطي في الولايات المتحده الامريكيه في واشنطن، عضو الكونجرس لوي جومرت قال ان محمد مرسي خطط لاغتيال عبد الفتاح السيسي لما كان برتبه فريق اول على راس الجيش، وأشار إن هناك بعض المستشارين داخل إدارة باراك أوباما متعاطفون مع جماعة الإخوان. و كونجرسمان جومرت قال خلال المشاركة في مؤتمر التضامن القبطي اللي هي كابتك سولداريتي في واشنطن دي سي العاصمة الأمريكية، إن مسؤولين بإدارة أوباما وعدد من أعضاء الجالية المصرية وجماعة الإخوان بيعملوا على خلق منطقة مسلحة في سيناء خلال فترة توليهم السلطة، أو عملوا على خلق هذه المنطقة المسلحة في سيناء خلال فترة توليهم السلطة. وفي الحالة دي شدد عضو الكونجرس على ضرورة أن تعمل الإدارة الأمريكية على مواجهة المتشددين والقضاء عليهم، داعيا المشاركين في هذا المؤتمر إلى ضرورة بناء المؤسسات الديمقراطية لحماية التعددية الدينية والحفاظ على مشاركة كافة الطوائف المصرية
في من مصري من مسلمين معتدلين واقباط في العمليه السياسيه زي اللي حصل في 30 يونيو. عماله الاخوان لامريكا وتاكيد على تعاون جماعه الاخوان بالاداره الامريكيه. خالد الأزاز سكرتير محمد مرسي للشؤون الخارجية وجه رسالة من سجنه إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، حرض فيها دول العالم ضد مصر. وعرض الأزاز في الرسالة المسربة من سجن العقرب واتنشرت في نيويورك تايمز تحت عنوان لماذا صمت العالم، أنشطة التعاون مع زعماء العالم الغربي التي نفذتها إدارة الرئيس المعزول. وقال إن خلال العام الذي تولى فيه مرسي الحكم عملت الحكومة المصرية مع زعماء العالم خلال زيارات رسمية أو مؤتمرات دولية. وأوضح الأزاز أنه حضر أغلب المؤتمرات واللقاءات التي عقدت في ظل نظام مرسي لتدوين النقاط التي ستعرض على الرئيس. وأضاف: عملنا بالقرب مع الزعماء الغربيين ومبعوثيهم للتوسط من أجل السلام في المنطقة، مشيرا إلى أنه في نوفمبر 2012 تعاونت إدارة مرسي مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون لوقف إطلاق النار في غزة وسوريا ومالي، معتبرا أن مرسي كان لديه خطة طموحة لإقرار السلام في المنطقة. يا سلام. بسبب كل هذه الأنشطة والاتصالات اجتهدت لكي أفهم صمت المجتمع الدولي تجاه إلقاء القبض علينا في يوليو 2013 حينما عزل مرسي. طب تقريبا لم يقف إلى جوارنا أي من شركائنا الدوليين. يا ترى هل ده اعتراف ضمني بالعمالة والشراكة مع دول غربية؟ ماشي، كما لو لم نكن موجودين من الأساس، مشيرة إن هذا الصمت كان مادة للسخرية بينه وباقي زملائه لدرجة إنهم يتسألون هل كانوا موجودين بالفعل أم إنهم فوتوشوب بحسب تعبيره. أما عن الاتفاق الأمريكي الإخواني، توماس فريدمان المفكر الأمريكي كتب في يوليو الماضي بعد ظهور السيد المشير عبد الفتاح السيسي إلى المشهد السياسي أن هناك تسريبات من المخابرات الروسية تتحدث بأن الولايات المتحدة عقدت اتفاقا مع الإخوان على اغتيال السيسي وعدد من قيادات القوات المسلحة في يوم واحد من خلال صواريخ تستهدف منازلهم والتي تم تحديدها بالأقمار الصناعية الأمريكية. وحضراتكم لو تتذكروا لما اللي اسمه معتز مطر كان بيعرض منازل قادة الجيش من داخل الكومباوندز بتاعت القوات المسلحة. وفريدمان قال المخابرات الأمريكية أعطت قائمة كاملة بالعناوين لإخوان وتم العثور على نسخة منها مع المقبوض عليهم في سيناء. يبقى الشهادة لله ولا مش الشهادة لله؟ أكيد الشهادة لله. ماشي، طيب حاضر، خلينا ناخد مداخلة ونرجع نكمل كلامنا. أخبار في حب مصر، أهلا وسهلا. أخيرا أستاذ أحمد، مساء النور، أهلا وسهلا بحضرتك. معلش أنا ليا مداخلة مع حضرتك، يمكن بعيد عن الموضوع اللي إحنا اللي أنت حضرتك بتتكلم فيه دلوقتي، بس أنا بقول المداخلة دي لعل وعسى إن حد من المسؤولين في أمريكا أو من لجان بتاعة إنقاذ الشعوب أو يعني بأي وسيلة توصل رسالتي لأي حد مسؤول يقدر يرد عليا فيها بالنسبة لأمريكا. إحنا حاسين إن أمريكا دي يعني قمة العالم، ماشي، بس اللي حصل معايا أثبت لي إنها مش قمة العالم ولا حاجة. دليل واحد، أنا يوم الاثنين اللي فات أنا كنت رايح شغلي بعربيتي، أحد المكسيكيات صدمت عربيتي ودمرتها بالكامل. وبعدين لما طلبت البوليس، إيه البوليس؟ فيقول لها اديني الرخصة بتاعتك، قالت له معيش رخصة. بعدين بيقول لها طب اديني الانشورنس، فرحت مدياله انشورنس. بعدين قال لها طب اديني الاي دي بتاعك، فطلعت له اي دي انشورنس بعيد كل البعد عن الاي دي. فبعدين البوليس راح واخد البيانات اللي في الانشورنس بتاعتها اللي هي اديتها له، البلس اللي اديتها له، واخد اسمها هي مش الاسم اللي في البوليصه، وراح مديهمني وقال لي تتصل بالنمره دي في الانشورنس بتاع البوليصه بتاعتها وهو
اديت البيانات بتاعتها الدهان البوليس للمحامي بتاعي، فاتصل بالشركه قالت له احنا ما عندناش اي خلفيه عنها، عن الاسم اللي انت بتتكلم عنه ده، والبوليسه دي مش بتاعت الست دي، واحنا مش هنقدر نعمل لك اي حاجه. فتخيل حضرتك احنا هنا كده في امريكا، ماشي، حقي راح في ثواني، ده غير اذا كان انا عندي اصابات شخصيه. فدلوقتي يا ترى هل حقوق الانسان او هل مسؤول في امريكا يقدر يجيب لي حقي؟ لاني انا صراحه تايه، مش عارف يعني. المحامي بتاعي قال لي انا مش عارف اعمل لك ايه في الموضوع ده. يا ترى هتقدر صوتي ده يوصل عن طريق البرنامج المحترم بتاعك لحقوق الانسان او لمسؤول في امريكا يقول لي اقدر اجيب حقي ازاي؟ طبعا هي لا معاها رخصه ولا معاها انشورنس، والبوليس قال لها مع السلامه، اداها تيكت. وانا حقي راح فين؟ ما اعرفش. طيب يا ريت من خلال برنامج حضرتك المحترم. هو مش محتاج برنامج ولا حاجه، انا هقول لحضرتك تعمل ايه بالظبط. حضرتك طبعا معاك رقم البادج بتاع رجل البوليس اللي هو حرر المحضر ليها واللي حضر الحادثه، تمام؟ بتاخد حضرتك رقم المحضر دوت، وبتروح على الكوميشنر في الولايه اللي انت عايش فيها، وبتعرض عليهم الموقف ده اول حاجه عشان محاسبه رجل البوليس اللي هو ما قامش بواجبه تجاهك. الحاجه الثانيه، من خلال المعلومات اللي هيوفرها رجل البوليس والمحضر اللي موجود بالرقم والبادج نمبر بتاع رجل البوليس، هتقدر تتوصل الى ماهيه السيده ديت مين هي، وطبعا بترفع عليها قضيه في المحكمه الشخصيه في اللي هي السيفل كورت. دي حاجه. الحاجه الثالثه، بتتابع مع شركه الانشورنس بتاعك، لان في جزء حضرتك بتدفعه في الانشورنس بتاعك وانت مش عارف، اللي هو بيسموه Protection Against Uninsured Motorists، يعني عندك تأمين ضد السايق سيارة بدون ما يكون مرخصها. ففي الحالة دي الانشورنس بتاع حضرتك بيغطي نعم بتاعي الانشورنس بتاعي مش فول كفر، الانشورنس بتاعي لايبيلتي. حتى لو كان لايبيلتي يا فندم مش فول كفر، اللي طالما معاك انشورنس ضد ان انشورد موتورست يبقى خلاص، تمام. ف دي مش محتاجه حقوق انسان ولا حاجه، دي محتاجه سيفل كورت، محتاجه ان حضرتك تجيب المعلومات الكامله وتتعامل معاها وفقا. لو عايز بعد كده تتعامل مع قسم الشرطه او البوليس ديستريكت او السيتي اللي كان فيها الحادثه وتقاضيهم نتيجة لأن الضابط دوت ما قامش بواجبه، اعملها. عايز تروح للسيفل كورت ضد الست ديت وترفع عليها قضية، وفي الحالة دي كمان تطالب انها تترحل من البلد طالما معهاش اي دي ومعهاش اقامة والكلام ده كله، ماشي. كمان ممكن تحطها في السجن في حالة انها تثبت ان هي ما عندهاش الانشورنس والتراخيص المناسبة، ودي الجرائم جريمه تحطها في السجن، سالبه الجرائم سالبه للحريه. فبالتالي عندك حاجات كتيره ممكن تعملها بمنتهى البساطه من غير ما تروح لحقوق الانسان، لان حضرتك اللي انت بتقوله ده حاله شخصيه ولم تتعرض فيها لاي تعذيب او اضطهاد، فبالتالي حقوق الانسان هيعملوا ايه؟ وطبعا حضرتك تعلم تماما ان كل ولايه قائمه بذاتها، وكل كاونتي قائم بذاته، وكل مدينه قائمه بذاتها، بيحكم الجميع قانون فيدرالي، وقانون المرور اللي حضرتك بتتكلم فيه ده بيختلف من ولايه لولايه ومن كاونتي لكاونتي، فبالتالي لا يمكن مسؤول حكومي في الاداره الامريكيه. فانصحك بانك تتعامل محليا مع القضيه. متشكر جدا يا فندم. وطبعا تسال محامي مختص، واحنا عندنا محاميين بيتكلموا اللغه العربيه افضل كثير جدا من محاميين اخر، ويقدروا يساعدوا حضرتك بكثير. متشكر جدا يا فندم. اقباط في حب مصر، اهلا وسهلا. مساء الخير يا استاذ احمد. يا مساء النور، اهلا وسهلا. معاك ابن النيل. طبعا.
دلوقتي احنا عايزين نناشد جمعيات حقوق الاخوان في امريكا واوروبا، مش حقوق الانسان، اوعى تفكر انها اسمها حقوق الانسان، هي اسمها حقوق الانسان، حقوق الاخوان. وبنتكرم على السيد اوباما اللي هو بدأ في بلان بي، سيبك انت من موضوع الصواريخ ويستهدفوا الناس والكلام ده كله، ده في العجاير. الو، معاك. فبلان بي بيقول ان احنا نستقطب واحد هيحط اسس الدستور الجديد، اللي هو الاخ عمرو موسى، اللي هو في جميع الحكومات كان عمرو موسى موجود على الشاشه، في حكومه مبارك، حكومه الاخوان، والحكومه الحاليه. مش عارف الراجل ده مفروض علينا. هو سافر الحقيقه امريكا، مبارك تخلص منه نتيجه لعدم ولائه لمصر، خلص الدستور وراح طالع على الولايات المتحده، خد الاوامر ورجع. وخلي بالكو، وكل الشعب المصري يخلي باله، عمرو موسى عايز يمسك رئيس مجلس الشعب. لو مسك رئيس مجلس الشعب هنبدأ مشاكل تانية انتوا ما تعرفوهاش. الراجل ده يبعد خالص عن مجلس الشعب وعن الحكومة. الراجل ده احنا نكرمه ونلم له فلوس ونقعده في البيت. الراجل ده مدسوس دسة جامدة قوي. ديروا بالكم من المواضيع دي، وسيبك انت من موضوع الصواريخ والجهاديين، كل ده زوبعة في فنجان وكل ده منتهي. احنا معانا القائد، والقائد معروف، والقيادات بتاعت القوات المسلحة المصرية معروفة. وتحيا مصر، وشكرا. تحيا مصر يا فندم، كلامك سليم. عايز انوه ان البلان بي اللي بيتكلم عنها ابن النيل فعلا بدأت في العمل، وبدأت في العمل من يوم 30 يونيو 2013. وهبقى اكلم حضراتكم على ان ازاي دلوقتي هي وصلت لقمة الرسم البياني بتاعها، وليس أمامها إلا النجاح أو بداية السقوط، فهم بيحاولوا بقدر الإمكان أنهم ينجحوها. وهيكون لنا كلام بعد ما ناخد المكالمة اللي جاية دي. أقباط في حب مصر، أهلا وسهلا. مرحبا. مرحبتين، أهلا وسهلا. شلون صحة أستاذ أحمد؟ نشكر الله، أهلا وسهلا بحضرتك. الأخ اللي حكى قبلي أريد أنبهه شيء واحد، أنه جميع الدول العربية اللي تتعامل ويا أمريكا جميع الرؤساء مالها موظفين قصر الأبيض، وبدون استثناء، إذا كان بالسعودية وإذا كان بالمصر عنده علاقة مع أمريكا الرئيس مالته موظف بالقصر الأبيض. بس أريد أقرأ لك شيء واحد مهم، أرجو أن تستفيد أنت منه والمستمعين، لأن أنا شفته شيء مهم جدا. عندي كتاب دا أقرأ، اسم الكتاب حلف مع الشيطان، تأليف توني سميث، صحيفة 297. إذا تنطيني دقيقة حتى أقرأ لك هو حتى تعرف شو دا يصير. الدليل الخاطئ إلى الإسلام والحملات الصليبية، بقلم روبرت سبنسر، وقد وصفته مؤسسة كتاب خدمات الأحداث الإنسانية على النحو التالي: عندما يؤكد لنا الناطقون من الشخصيات العامة بأن الإرهاب الجهادي لا يعكس الإسلام الصحيح المسالم، فهم ليسوا مخطئين وحسب، فهم خطرون أيضا، لأنهم يهددون أمريكا والغرب لجعلهم يتخلون عن حذرهم من عدوهم اللدود. ولا يكتفي من عينوا أنفسهم خبراء بالكذب عمدوا وبإصرار عن الإسلام، بل استبدلوا الحقيقة عن أوروبا المسيحية والحملات الصليبية بخيال تاريخي واسع الانتشار. هدفه جعلكم تغجلون من ثقافتكم وتراثكم، وأن تكونوا بالتالي أقل تصميما في الدفاع عنها. واحد، هزيمة الجهاد كيفما زال من الإمكان، كسب الحرب على الإرهاب رغم أنفسنا. أوروبا العربية، بقلم بات إيثور، أسطورة التسامح الإسلامي، الإمبريالية الإسلامية، فرصة الغرب الأخيرة، حرب مقدسة على جبهة الوطن، الاستعداد للحرب، 10 خطوات يتعين على أمريكا اتخاذها كي يفوز العالم الحر. بس هاي قريت لك إياها، لأن سمعت هواية جماعة يقولون الإسلام سيطر على أوروبا وسيطر على أمريكا. فمو سهولة هاي، أقول الأخواني، لأنه بداية نهاية الإسلام
بدأت من 2011 وخلال 5 إلى 10 سنوات راح ينتهي الإسلام، وأكون شاكر جدا. متشكر جدا يا فندم، متشكر جدا. وجهة نظر مكتوبة في عدة كتب، منها ما كتبه روبرت سبنسر وأيضا دانيال بايب وتوني سميث، لكن كل ده ما زال حبر على ورق. مرحلة الرصد تفيد إن الناس دي شايفة اللي بيحصل وساكتة، لكن مرحلة الفحص بتقول لنا إيه؟ إن الناس دي هي اللي بتكون مثل هذه الأشياء. على سبيل المثال، تنظيم القاعدة الذي تم تشكيله في أواخر السبعينات كان الغرض منه أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بإحراج الاتحاد السوفيتي آنذاك وهزيمته عن طريق المقاومة الأفغانية. فإيه اللي حصل؟ ساعدت الولايات المتحدة الأمريكية في تشكيل ما يسمى القاعدة وطالبان، وأرسلت إليهم أوراق نقدية أمريكية مطبوعة بالأطنان، يعني توزن بالأطنان، وتم إنشاء عدد من الكهوف لتخبئة السلاح والعتاد والأموال في هذه الكهوف، وأيضا لتكون مقرا لقيادات طالبان والقعر. وخوفا، وأثناء الحرب الباردة، طبعا حضراتكم تعرفوا أن الحرب الباردة توقفت بعد تحطيم سور برلين، لكن وخوفا من الحرب الباردة في ذلك الوقت، وأن هناك جواسيس في حتى داخل وكالة المخابرات الأمريكية والمباحث الفيدرالية، جواسيس تابعة للاتحاد السوفيتي، خوفا من أن تقع هذه الخرائط والخطط التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية لإحراج الاتحاد السوفيتي، قاموا بتدمير هذه الخرائط. وبالتالي عندما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تقتل الكلب الذي ربته ثم أصبح شرساً ويريد أن يعقرها، لم تجد الخرائط التي تستطيع أن تعتمد عليها لتحديد أماكنه. فهم حضروا العفريت ووضبوا العفريت وما عرفوش يصرفوه، فبالتالي العفريت ركبهم. دي حالة من الحالات. الحالة الثانية، عندما قامت أوروبا وأمريكا بتسليح داعش في سوريا، وبعد ذلك بدأ داعش يعمل، إلى الآن الصورة تقول أنه يعمل ضدهم، إلى الآن الصورة تقول كذلك حتى يتم التوضيح أكثر. فمولوهم بالسلاح والعتاد، وتم تدريبهم في مناطق عدة خصوصا في ليبيا، زي في عندنا وثيقة من القائم بالأعمال القطري في لشؤون الشرق الأوسط في السفارة القطرية في ليبيا، وجناب المخرج بيعرضها لنا، بتقول إنه تم تجهيز 1800 مقاتل وتم تدريبهم في معسكرات معينة، وهؤلاء المقاتلين تم تدريبهم على الأسلحة الخفيفة والثقيلة، ويقترح أن يتم إرسالهم إلى العراق عن طريق المواني الليبية على 3 دفعات لكي ينضموا إلى تنظيم داعش اللي هي دولة العراق والشام الإسلامية. والكلام ده واضح أمام حضراتكم زي ما انتم شايفين على الشاشة، واضح العيان. إذن المؤامرة الأمريكية التركية القطرية الإسرائيلية ما زالت على أشدها، ويصعدها أطراف. فلو اتخذنا التشبيه بتاع محمد مرسي وقلنا إن المؤامرة ديت مثل الطائر، الطائر رأوا الرأس اللي هو أمريكا،
وله جسد اللي هو تركيا، وله ذيل اللي هو قطر، وله جناحان اللي هو فرنسا وأمريكا، وله أرجل اللي هي ألمانيا والاتحاد الأوروبي عموما. فده يبقى طائر المؤامرة بدل طائر النهضة. حد كان ما يعني يتخيل ان خرافات محمد مرسي تستخدم كوسائل ايضاح؟ حاجه جميله خالص. الناس ديت بتسعى الى اعاده تشكيل الشرق الاوسط، وقطر بتحلم انها وهي دويله صغيره تكاد لا تظهر على الخريطه انها يكون لها دور محوري، كما ان اسرائيل دولة صغيرة ولها دور بحري. ومحدش يجي يقول لي دي دويلة اسرائيل، لا، اسرائيل بالنسبة للشرق الاوسط وجنوب اوروبا دولة عظمى بعلم وقوة وسياسة. اللي هيخبي راسه في الرملة ويدعي غير ذلك اهلا وسهلا بيك، بعيد عننا. يا اما تتناقش في هذه المواضيع بحنكة سياسية. فقطر بتحاول تتشبه دويل قطر بتحاول تتشبه بإسرائيل، إنها تكون صغيرة الحجم ولكن لها فعالية كبيرة. ونجد إن هذه الخطة أدت إلى اشتعال الحال في جميع الدول المحيطة بإسرائيل عدا قطر وإسرائيل. قطر وإسرائيل واحات سلام في منطقة مشتعلة. فداعش على الحدود في كل حتة، وغيرها من التنظيمات الإسلامية الأخرى، جيش الإسلام، الجهاد، وما كلام كتير. لكن نجد أن قطر وإسرائيل ينعمان بسلام، يعني حاجة ظريفة خالص. إذن إيه النقطة هنا؟ إيه المشكلة هنا؟ لازم ناخد بالنا. من ناحية تانية هنلاقي إن الهجوم بدأ بطريقة فظة، بمعنى لما نلاقي صحيفة الإيكونومست بتقول إن السيسي المتغطرس يرتدي قبعة نابليون. خدوا بالكم من التشبيهات كويس جدا، لأن اللي درس تاريخ واللي درس علم نفس يعرف ان نابليون كان قصير القامة، وكان هذا سبب مشاكل نفسية كبيرة جدا، وأدى ذلك أيضا إلى ما يشبه بجنون العظمة. فخدوا بالكم من التشبيهات اللي هم بيرموها. فطبعا لما مجلة الإيكونومست البريطانية بتقول إن مصر تعود إلى الماضي بعد شهر من انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لتولي مقاليد الحكم في البلاد، وتقول أن السيسي ينتهج طريقة زعيم الثورة الفرنسية نابليون بونابرت. هو الحقيقة نابليون ما كانش زعيم الثورة الفرنسية. وتساءلت هل صعود المشير يشبه صعود نابليون في فرنسا ما بعد الثورة؟ ووصفت المجلة في تقريرها المنشور في العدد الأسبوعي الجمعة أن السيسي بأنه بدأ متغطرسا في منصبه الجديد، وقالت أنه يجلس بدون إظهار أي مشاعر في التجمعات الكبرى، مشيرة إلى الاحتفالات تخريج طلاب الجيش والشرطة، كما وصفته بالغامض في تعليق أسفل صورة له يرتدي فيها نظارته الشمسية. يا ابني ده كان رئيس المخابرات الحربية وكان وزير الدفاع المصري، أنت عايزه يوريك انفعالات؟ يا ابني ده احنا بنعلم الجندي المستجد كيفية الثبات الانفعالي. عايز قائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية وقائد هيئة الشرطة ورئيس جمهورية الجمهورية المصرية يبقى ما عندوش ثبات انفعالي؟ انت عبيط. بتقول إن السيسي مرتديا قبعة نابليون قرر التبرع بنصف راتبه وممتلكاته لدعم مصر. هذه المبادرات تكسب ود الجماهير العريضة من الفقراء،
زي ما حصل مع زيارته لإحدى ضحايا التحرش الجماعي في ميدان التحرير. المجلة اللي هي الإيكونومست كملت وقالت: رغم الاندفاع الذي يمكن التنبؤ به من قبل الشخصيات العامة التي ستحذو حذو السيسي بالتعهد بالقيام بتضحيات شخصية من أجل الصالح العام، فإن عددا قليلا من المحتمل أن يساهم في صندوق التنمية الوطنية الذي أطلقه السيسي لهذا السبب. والمجلة فندت بعض المحاولات التي وصفتها بأنها تخنق المعارضة، مثل إقالة الآلاف من خطباء المساجد وحظر المحطات التلفزيونية والبرامج، فضلا عن الحكم بسجن صحفيين مصريين وأجانب الأسبوع الماضي. هنرجع لحكاية سجن الصحفيين دي، طبعا بيتكلموا فيها على الجزيرة هنا. حكم بسجن صحفيين مصريين وأجانب الأسبوع الماضي، مشيرة إلى إنغاء انتخاب العمداء ورؤساء الجامعات الحكومية، وأنه سيتم تعيينهم من الآن فصاعدا. هيتم تعيينهم من الآن فصاعدا. ليه بقى؟ لأن إحنا شفنا جابر نصار وغيره وأثبتوا قد إيه إن هما ناس ما يفهموش في الذرة، وما يعرفوش أي حاجة غير ولائهم للتيار الإسلامي، وانه سيتم تعيينه من الان فصاعدا كما كان الوضع في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك. المجله كملت وقالت: الامال ليست كبيره تجاه انتخاب برلمان جديد اواخر الصيف الحالي او دوره في تحقيق قدر اكبر من المساءله للحكومه. يعني يقول لك ايه، هو بيضرب وهو مغمض عينه بيلوش، واكيد العيار اللي مش هيسيب هيدوش. يقول لك مفيش امل في انتخاب على نهايه الصيف، انتخاب لبرلمان على نهايه الصيف. طب ماشي، حصل انتخاب برلمان. لا لا لا، حتى لو تم انتخاب البرلمان مش هيكون له دور فعال، فانت نظام فطريقك مسدود مسدود مسدود. متشكرين يا عم الايكونومست. و بيتكلم عن دور البرلمان في تحقيق اكبر قدر اكبر من مساءله الحكومه، موضحا انه نظرا لحظر جماعه الاخوان المسلمين وعدم وجود احزاب قويه اخرى على الصعيد الوطني، فإن الصيغة المتوقعة تبدو عبارة عن رجال أعمال محليين بجانب رجال النظام الأقوياء. يعني أنتوا كنتوا شايفين إن الإخوان المسلمين هم رجال المعارضة، ده شيء جميل خالص. خدوا بالكم لما بنقرأ من وسط الكلام وما بين السطور بتتضح آراء وهويات الناس دي، بتكتب لمين ومصلحة مين. مجلة الإيكونومست اعتبرت إن السيسي لم يكلف نفسه الكثير في الخارج أو الداخل من أجل تعزيز حكمه القوي، مشيرا الى تدفق اموال المملكه العربيه السعوديه لدعم مصر، ودعوه الاتحاد الافريقي الذي جمد عضويه مصر منذ اشهر للسيسي لحضور القمه. المجله اكدت ان الجهات المانحه الغربيه ستجد صعوبه في تجاهل الراي العام، كما حدث مع وزير الخارجيه الامريكي جون كيري الذي شعر بالاحراج بعد اعلانه الافراج عن المساعدات المجمده الى مصر، كان تلقى الصدمه في اليوم التالي باصدار احكام قاسيه في قضيه صحفي شبكه الجزيره القطريه. ايه رأيكم في الكلام الهجس ده؟ لكن عامة اللي انا شايفه الحقيقة ان طالما هم بدأوا يتعاملوا مع السيسي بالطريقة دي، وده ليس تشبيها للسيسي بأحد، ولكن اتذكر ان هؤلاء الناس كانوا دائما يكتبون في حق ناصر كلمات مسمومة مثل هذا، مثل هذه الكلمات. يبقى بالتالي نحن على خطى سديدة وقوية في الطريق الصحيح، وخصوصا بقى لما يجي جون كيري نافخ ريشه وقاعد وحاطط رجل على رجل وبيكلم السيسي عن الإفراج عن المعتقلين والإفراج عن الإخوان المسلمين والإفراج عن الصحفيين. فيروح السيسي يرد عليه، طبعا احنا عندنا صورة للقاء السيسي وجان كيري. يروح السيسي باصص له كده يقول له: انت حمار يا حمار، احنا عندنا القضاء مستقل، احنا عندنا القضاء مستقل، فبالتالي لما تيجي هزاز لي طولك عشان تخليني الغي حكم قضاء او اتدخل في حكم قضاء، تبقى انت اكيد اهبل وعبيط. واحلى حاجه بقى
ان قبل ما كيري يطلع ويروح كانوا مطصوصين ال10 سنين بوم، وكأن كل سنة بقفة على دماغ جون كيري. السؤال هنا بقى واللي عايزين كلنا نشارك فيه، يا ترى لما السيد جون كيري جه بيطالب إطلاق سراح المراسلين الصحفيين بتوع الحظيرة، نسى واحد اسمه تيسير علوني كان مراسل الجزيرة عند في أسبانيا واتسجن في أسبانيا، ولا سامي الحاج اللي هو مراسل الجزيرة في أمريكا، وهو كان مراسل الجزيرة في العراق وتم القبض عليه ودلوقتي مرمي في جوانتانامو؟ طب مش لما أمريكا وأسبانيا يفرجوا عن الناس دي طالبونا إن إحنا نفرج عنهم، ولا أنتوا بتفهموا أكتر مننا؟ أنتم ناس حلوين صح؟ أنتم بتفهموا ومن حقكم تعملوا الكلام ده، لكن إحنا لأ، ما ينفعش، إحنا كخ. فكانت الردة القوية من السيد الرئيس، لأنه قال لجان كيري الحقيقة إحنا القضاء عندنا مستقل ولا نتدخل في أحكام القضاء. بخ، ارجع يا ابني أفاكي أمر عيش، وكل سنة من 10 سنين لكل صحفي قفا ينزل يطرقع، واللي يطرقع ما يحسبش. مش بس كده بقى، الناس دي وصلت لدرجة التطاول إن هم بيبتدوا يطلقوا كلابهم، زي واحد زي روبرت فيسك. روبرت فيسك عارفين كتاباته وعارفين علاقاته مع الربيع العربي. فكتب روبرت فيسك، بس خلينا نشوف موضوع روبرت فيسك ده بعد ما نشوف الكليب الأول اللي فيه بيتنازل السيد الرئيس الجمهورية المصرية عن نصف ممتلكاته ونصف مستحقاته لصالح مصر، وطبعا في كتير حزو حزو. يا ريت جناب المخرج المقطع رقم 1. ومحدش هياخد اكتر من الحد الاقصى. انا بقول كده ليه؟ لان مش معقول ابدا. طب الحد الاقصى كام؟ 42. طب دول كتير عليا، دول كتير عليا. انا بقول قدامكم هنا هعمل حاجتين، المبلغ ده نصه مش هاخده، وانا ما لا اتفضل بيه على حد، نصه مش هاخده. طب كده؟ طب في حاجه تانية اقدر اعملها؟ نعم، نص ما امتلكه، نص ما امتلكه حتى اللي ورثته عن ابويا انا هتنازل عنه عشان خاطر بلدنا. ممكن افهم ايه الغلط في الكلام ده؟ العالم دي ليه للدرجه دي الموضوع ده مضايقهم؟ فتلاقي واحد مثلا زي روبرت فيسك طالع يقول لك ايه؟ السيسي تنازل عن 21,000 جنيه اللي هو نصف راتبه، لكنه يعد بقى يتقاضى بدل للملابس شهريا يقدر بالالاف، فملابس الرؤساء الداخليه لا تغسل ولا تلبس الا مره واحده. هو ام حضرتك كانت الغساله المخصصه لاحد الرؤساء وعارفه انها ما بتغسلش الملابس الداخليه؟ مفيش حل تاني انك تكون تعلم مثل هذه المعلومه الا ان والده حضرتك غساله بتغسل هذه الاشياء. هل ده هو الحال؟ ولا حضرتك بس كده بتطلع كلام؟
الحاجة التانية يقول لك رابطة عنق السيسي تمنها 2000 دولار. حضرتك وصلتك الفاتورة من رئاسة الجمهورية؟ السيسي يتقاضى بدل سفر في الزيارة الواحدة ما يزيد عن 2 مليون جنيه إلى جانب مصاريف وتكاليف رحلته وإقامته. السيسي سيتقاضى أجرا عن الوطن عن الوقت الإضافي أضعاف أضعاف مرتبه. السيسي سيتقاضى حوافز ومكافآت تصرف للرؤساء عشرات المرات في السنة، ومع كل سفرية أو اتفاقية أو مكالمة تليفونية، ومبارك كان أكثرهم حرصا على أخذ كل مستحقاته، والسيسي كذلك. حبيبي عليك، ده أنت حاطط عينك على اتنين بالذات. يعني أقول لك إيه؟ إشمعنى مبارك؟ ما اصلا انت من الناس اللي كانوا بيكتبوا ضد مبارك وبيقوموا عشان ما بيسمى بثورات الربيع العربي. والحقيقة ان مبارك والسيسي، طالما انت جبت اسمهم الاتنين في وقت واحد، هما الاتنين اكتر ناس بيدفعوا ثمن مجيدة. الرئيس مبارك والمشير السيسي، رئيس الجمهورية المصرية والشعب المصري، الجميع بيدفع ثمن فاتورة 25 خساير. فالرئيس مبارك بيدفع الفاتورة من حياته وحريته ومرضه، هو وأولاده داخل المستشفيات والسجون، في قضية الكل يعلم أنه ليس له فيها ناقة ولا جمل، وخصوصا موقعة الجمل. والكل يعرف من هو القاتل الحقيقي والمحرض والمستفيد من فتح السجون وقتل المتظاهرين وحرق الأقسام. السيد الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي أيضا بيدفع ثمن هذه الفاتورة، حيث أنه استلم بلد تعاني من انهيار كامل في جميع القطاعات على مدار 3 سنوات، استنفذ من خلالها معظم الاحتياط النقدي اللي كان سايبه الرئيس مبارك، ووديعة حرب الكويت وهروب المستثمرين وإرهاب غاشم حر طليق يغتال جنودنا وأولادنا. الشعب المصري هو الضحية الكبرى لكل ما يحدث في مصر من 3 سنين، ويمكن دي نتيجة لأنه لم يتحدث ولم يتكلم. فهو الذي دفع فاتورة غياب الأمن من أملاكه وحياته ورزقه، وهو الذي دفع فاتورة الإرهاب من أمنه وأمانه، وهو الذي دفع فاتورة انهيار السياحة من رزقه وعمله، وهو الذي يدفع فاتورة إعادة بناء الدولة عن طريق تحمل أعباء رفع الدعم وانقطاع الكهرباء وأزمة البنزين وارتفاع أسعار المنتجات. كل دول ضحوا ودفعوا فواتير يناير. روبرت فيسك وأعوانه زي علاء الأسواني، لأن هو حبوب قوي مع علاء الأسواني ونشطاء مجيدة، يا ترى دفعوا كام؟ يا ترى دفعوا إيه لمصر؟ أعتقد إن الجواب واضح. والأفندي اللي هو روبرت فيسك بيحاول بقى يفند السيسي بياخد كام وليه. طيب انت حضرتك المعلومات دي وصلت لك منين؟ بس نعرف بيقول لك السيسي سيسرق من مليارات الخليج وسيبني عدة قصور أخرى. خدوا بالكم ان هم كانوا اتهموا مبارك بان قبل كده كانه عنده 70 مليار، وكل الكلام ده طلع بخ. وروبرت فيسك عن طريق مجلة الشروق الجزائرية هم اللي كانوا كتبوا الكلام ده. بيقول لك هيبني انفاق لها مخارج هروب كالعادة، وزي ما بيعمل اي انقلابي فهو بيتحدث عن ان ثورة 30 يونيو انقلاب عسكري. يبقى كده روبرت فيسك بيبص لمين؟ السيسي تنازل عن بضعة آلاف ليسرق الملايين وطمعه في السلطة، وسيحطم آمال بلد بأكمله. مصر لن تتحرك أبدا للأمام ما دام العسكر على رأس قيادتها. يا ترى اللي يسمع الكلام ده يعتقد إن واحد اسمه روبرت فيسك هو اللي كاتبه، ولا يعتقد إن البلتاجي هو اللي كاتبه؟ انا لسه وزي ما كنت بتكلم مع الاخ ابن النيل بنشيل قشور المؤامره وبنخش لجواها، لان المؤامره لسه شغاله.
لسه بنشيل وناخد رقات، وكل مرة بتنكشف أشياء جديدة. فمدعي الحريات واللي كل الشباب كان بيسمع لمحاضراته ويقرأ مقالاته، وإزاي إنه كان بيدافع عن علاء الأسواني، وإزاي إنه هو كان بيدافع عن الإخوان المسلمين، وإزاي كان بيدافع عن الربيع العربي، و و و واضح تماما دلوقتي هو فكره إيه. هو فكره تهديمي، فكره إنه يقسم الشرق الأوسط، إعادة تقسيم الشرق الأوسط، إعادة تقطيع أوصال الشرق الأوسط. وهم بيحاولوا حثيثا حثيثا الوصول إلى هذا، بيحاولوا ومش هيبطلوا إن هم يحاولوا. أنا هاخد التليفونات بس بعد ما نسمع الكليب اللي جاي ده، مش مدته مش طويلة، وده واحد من الخرفان بيقول إيه، بيتريق على مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. يا ريت نشوف الكليب رقم 2. حضرتك اعترضت على ان التبرعات لا تبني اوطان، والهجوم النهارده فظيع على حضرتك، ترد على الهجوم ده وتقول ايه؟ اقول لحضرتك على حاجه، مفيش في الدنيا ناس بتعيش على الشحات في الدنيا، انا لازم يكون عندي استثمار، انا ماشي بمبدا ما تدينيش سمكه النهارده علمني الصيد، اديني صناره وعلمني الصيد، انت النهارده اتبرعت ب 50,000 جنيه، انا صرفتهم جبت اكل، طب وبكره؟ طب وبعده؟ طب والسنه الجايه؟ طب انا عندي عيال هتعلم؟ طب انا عندي مستشفى عاوز اتعلم فيها، خلي مستثمرين يمهد لهم التربه كويسه والمناخ الامن ان يبقى في استثمارات موجوده. نقي التشريعات بتاعتك اللي هي تشريعات ترجع الدنيا دي 7000 سنه ورا، ننقيها علشان نجيب مستثمرين، هو ده اللي هيستمر. طب حضرتك التبرعات دي لسد عجز الموازنه، وده امر ملح لازم يحصل النهارده قبل بكره. نقول اقصى تبرعات هتجيلنا قد ايه؟ 5 مليار؟ انت عند حضرتك موجود عجز الموازنة 340 مليار، هتجيب 10 مليار؟ نقول 20، نقول 50، كلام لا يمكن، لا يمكن الأرقام دي تيجي. إنما لو عند استثمارات كويسة تعمل التنمية، يبقى زود معدل النمو من 2% ل 6 7 8%، يبقى أنا وظفت فرص عمل. وأنا لو خدت التبرعات وجبت شوية أكل عشان رمضان موجودين ووزعته على الناس مكرونة وحلل وكنافة وزي الفل، طب رمضان خلص والكنافة فخلصت وحوي خلص، هنعمل ايه الجديد؟ حلو خلص، هنعمل ايه الجديد؟ انا عاوز تنميه تبقى مستدامه، يبقى موجود عند مصانع، يعني انا عاوز شيخ الازهر يطلع فتوى ان والله من الممكن ان زكا رمضان اللي موجود ده نقدر نقوم بيه نعمل مجموعه من المصانع، اشغل الشباب، ارجع اهل مجموعه من المصانع بتاعت الغزل والنسيج اللي موجوده، يبقى الناس اللي ليها مطالب فئويه اختفت، هو ده الفكر الجديد، انما الشحاته والتبرعات في الدول بتعيش عليها. طيب اخر سؤال لحضرتك، نسبه فرص مصر في الاستثمار كام في الميه وفق الاوضاع الراهنه والقوانين اللي بتحكم حياتنا؟ مصر دوله جاذبه للاستثمار، مصر دوله غنيه، الاداره بها غبيه للاسف الشديد. احنا كنا عاوزين حاجتين، اراده سياسيه قويه، ودي تحققت حاليا. اللي ناقص لنا اداره رشيده للموارد، ما عندناش. الكلام ده يبني في ايه؟ تعرف انت لما تحط السم في العسل يبني في ايه الكلام ده؟ طيب انت بتسعى لبناء، وانا معاك يجب ان نسعى للبناء طبعا، احسن بدل ما تديني سمكه عشان اكلها علمني الصيد واضمن ان انا ما اجوعش بقيت عمري، انت عندك حق في الكلام ده. لكن عشان تبني هتبني منين؟ هتبني بالدين ولا هتبني قصور وهميه ومصانع وهميه وبس؟ بيسموها ايه، تقدم تصور اقتصادي لمشروع وبتاع والكلام ده كله، والبنية التحتية والبنية الفوقانية. احنا يا ريت لما نتكلم كلامنا يبقى محدد، واحد اتنين تلاتة،
عايزين نعمل كده وهنعملها لما نعمل كذا وكذا 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 والموارد بتاعتها متوفرة في كذا وكذا وكذا. يبقى في الحالة دي بنقدم مشروع ونظرة واقعية، غير كده ما عنديش، يبقى الأحسن إني أسكت. ولما تقول إن أنت بقى عندك الإرادة السياسية القوية لكن لسه ما عندكش الموارد، ما أنت أصلا لسه الإرادة السياسية القوية لسه جاية لك. فإدارة الموارد هتبقى حاجة من الحاجات اللي معولة عليها أو تقول ليها نتيجة لوجودها، ما كانتش موجودة قبل كده يجب أن تكون موجودة في حين توافر. أنت كان عندك سببين أنت ذكرتهم، عدم وجود إدارة إرادة سياسية قوية وعدم وجود إدارة رشيدة للموارد. طيب أول واحدة تم التخلص منها والإتيان بإرادة سياسية قوية، يبقى من الطبيعي أو من المفترض إن التانية هتيجي وراها، لأن الإرادة السياسية القوية ستأتي بالإدارة الرشيدة. ولا أنا غلطان يا حاج؟ ولا هو كلمتين بيترموا في ودن الناس وخلاص؟ حرام، ادوا الناس فرصة إنها تفكر وتختار لنفسها. خلينا ناخد مداخلات ونرجع ونكمل كلام. أقباط في حب مصر، أهلا وسهلا. مرحبا أستاذ أحمد. يا مرحبا أستاذ محمود، أخبار حضرتك؟ كيف حالك؟ ربي يخليك. اليوم عندي بعض النقاط حاب أشارك معك فيهم، وإذا سمحت لي بوقت زيادة بعد إذنك. أول شيء بالنسبة لمعاش السيسي واللي عمله السيسي، عايز أخاطب الفنانين وكل رجال الأعمال والمستثمرين إنهم يقفوا لهذا النداء الإنساني. صحيح إنه مش ممكن يغطي كل العجز، لكنه لبنى مع لبنى بموجب الأغنية اللي حطيتها، نبني لبنك وابني. بعدين أنا عايز أقول كلمة وثائقية. في الزمانات كان عبد الله السالم الله يرحمه أمير الكويت إجا حضر لمصر وزار عبد الناصر، فوجد إنه البيت تبعه متواضع، فدفع له 50 مليون دينار في هذاك الوقت، قال له هدول تبرع، اعمل لك قصر وبيت يليق في مقام رئيس مصر. فعبد الناصر عاد الفلوس التصنيع الحربي، فبعد سنة ونص اجى الامير عبد الله السالم فوجده بنفس البيت وابريء الشاي البعبوزة تبعه مكسور، ولحد الان عبد الحكيم يشهد على انه امه كانت تستجدي لتغيير بعبوزة ابريء الشاي حتى يعرفوا الجهل العمال بيتجنوا على حقائق مصر. فقال له انت وين البيت؟ قال له تعال، اخذوا على التصنيع الحربي، قال له هذا البيت بيت كل المصريين، هذه واحدة من المفاخر. السيسي حاول يعمل نفس الشيء، اعطوا فرصة شوي، والبرجع بقول اللي استحوا ماتوا، استحوا. هذه واحدة. الثانية بالنسبة للصحف البريطانية، ليش ما نسمي السيسي احنا نقول عليه موتغامري اور ماكارثر ولا رومل ولا ديغول؟ يا أولاد الستة وستين كلب، أنتوا كل أبطالكم الإجرامية في القتل حطتوهم نيشنة، وجنرالاتكم اللي دخلت مناطقنا نجدتوهم، والآن إحنا رتبنا العسكرية بتحاولوا تشينوها، راح يجي وقتكم وتنهانوا. على كل حال، بريطانيا فرنسا أمريكا على الزوال خلال 10 سنوات قادمة. هذه واحدة. سنتين، اللي حاصل الآن والحلم السيء على موضوع السيسي، كمان حاب أذكر الفنانين إنه بعد 67 أم كلثوم راحت زيارات ورحلات في العالم كله، جمعت ما يزيد عن 25 مليون دولار لدعم التصنيع ودعم المجهود الحربي والقومي لمصر. عايزين إعادة الإمام مثل ما خسرت 100 مليون مع جماعة الريان في التحويلات، حط لك 100 مليون لمصر يا عادل إمام يا زعيم. مش ضحكك هذيك اليوم السيسي وخلاك تفرح؟ فرحنا انت كمان بكوميديا هادفة لوطن يستاهل، من بقك حاجة حلوة يا زعيم. طيب بالنسبة لموضوع حلم السيسي، حلم مرسي، عايز اقول لك مش حلم، هي مؤامرة رتبت مع امريكا وبريطانيا والاردن والسعودية لمحاولة عمل اتصالات مع السلفيين والإرهابيين لعدم دخولهم لبريطانيا وفرنسا وأمريكا،
والأردن وإسرائيل، وأظهروا براءة لأبو قطاطة اللي جابوه من سجنه في بريطانيا للأردن، والمقدسي اللي هو مسؤول من مسؤولين داعش والنصرة في الأردن برضه. وهذا الحلم تبع مرسي بعد الاجتماع الكبير اللي تم في اسطنبول، والاجتماع السري اللي حاول يعرضوا فيه الإخوان المسلمين في الأردن مهادنة ومحاولة مبادلة بالسجناء، وهذا اللي عملته أمريكا بالإفراج عن 5 مسؤولين كبار من طالبان. فيصحوا ووعوا وشوفوا الفيلم رايح لوين. وبعدين أنا عايز أسجل من برنامجك يا أستاذ أحمد، وأنا المسؤول، وخلي كل مخابرات العالم تيجي تلاحقني من خلال برنامجك. عدوا معاي من الآن ل2007 سعودية وقطر وإمارات ما رح يكون موجود، والسعودية حبتدي تقسيم على 6 دول. بدأ القرار في CIA والموساد الأمريكي والإسرائيلي، انتهينا. السعودية مروحة وملك السعودية مروح، وكلهم راح يصيروا أمارات إرهابية. هذا واحدة. الشيء الثاني اللي حيث أقوله أنا إنه التمدد العمال بتشوفوه لداعش، وبعدين موضوع الأكراد خليهم يكونوا صاحيين. لما القاضي محمود أيام البريطانيين تم تعيينه لأول رئيس جمهورية للأكراد، ثاني يوم البريطانيين قتلوه وأعدموه. بريطانيا لن تسمح للأكراد بأنه يكون لهم دولة، لأنه الأكراد وقفوا ضد بريطانيا واغتالوا كثير من القيادات البريطانية أيام ما كانت بريطانيا في الشرق الأوسط، وتساعدوا بخيانات مع تركيا بهذاك الوقت. فمستحيل أمريكا وبريطانيا يعطوا الأكراد. الأكراد إحمار طواب الأجرب، هم والفلسطينيين بضل يركبوا عليهم حتى يمرروا كل قضاياهم السياسية والاستعمارية في المنطقة. هذا الموجود خلي السعودية يديروا باله مع حالهم، التقسيم تبعهم وصل وانتهينا. وأسمع رأيكم، ورب العالمين مرة ثانية يحفظ مصر. سوريا تجاوزت المحنة، وإحنا بندعو لرب العالمين إنه مصر برضو ترجع وتتجاوز المحنة من السيئين العمال بيطلعوا من داخل مصر. رب العالمين يحميها. وأسمع رأيكم وشكرا لكم على طول الوقت. شكرا يا أستاذي، شكرا. الحقيقة اللي حضرتك بتقوله ده كلام مظبوط في كل اتجاه، لكن اللي عايز أقول لحضرتك حاجة. أعتقد أن الأستاذ عادل إمام اتبرع بحوالي 52 مليون جنيه، ده اللي نشر يعني، وفي رجال أعمال كثر بدأوا في التبرع، في منهم اللي تبرع بتبرعات عينية مثل نصف الثروة أو أشياء مثل ذلك، ومنهم من يقوم ببناء جامعة موازية لجامعة القاهرة بنفس الحجم لكن طبعا خارج مدينة القاهرة، ومنهم من يقوم ببناء عمارات للفقراء والمحتاجين. فالناس بدأت تتحرك، لكن المشكلة توغل الإسلاميين وخصوصا الإخوان في مفاصل الدولة. يعني في سيدة مصرية فاضلة ذهبت إلى البنك الأهلي لكي تتبرع لحساب تحيا مصر، وإحنا عندنا صورة للحساب ده. السيدة ذهبت للبنك عشان تتبرع، لقيت ان الموظف بيقول لها مش في الشباك ده، في الشباك التاني، بعد ما وقفت فترة طويلة. وراحت الشباك التاني، موظف تاني بيقول لها يا ستي انت متأكدة ان انت عايز تتبرعي بالفلوس دي؟ تقول له اه عايز اتبرع بالفلوس دي. تقول له طيب يا ستي انت عارفة ان فلوس دي هتروح فين؟ اه عارفة فلوس دي هتروح فين. طب ما ايه رايك تاخدي الفلوس دي وتديها لناس محتاجين في ايديهم احسن؟ تقول له يا سيدي انا عايز اتبرع بيها لحساب تحيا مصر. تروح يقول لها انت عارفه ان الفلوس دي هيتجاب بيها سلاح للجيش وللشرطه ويقتلوا الناس زي اللي حصل في رابعه والنهضه وفي التحرير؟ تقول له اه عارفه انها هتجيب سلاح للجيش والشرطه عشان يحموا بلدي. يعني انت خلاص مصممه ان انت تعملي التبرع ده؟ اه مصممه تعملي الايداع ده؟ اه. راح كاتب ورقه طبعا مبلغ غير اللي هي عايزه تحطه، فقالت له مش هو ده المبلغ اللي انا عايز احطه. يروح يقول لها ايه؟ انا كتبت الورقه خلاص ما ينفعش.
وبيقول لها كمان ان على فكره يعني الفلوس دي مش هتعمل حاجه، لان لغايه دلوقتي انت الوحيده اللي جيتي تتبرعي، والست عارفه انه كذاب، لان كل اسرتها وازواج اخواتها وقرايبها راحوا وتبرعوا. يا ترى في كام واحد زي ده موجود في البنوك، وكام واحد ما اوحش زي الست ديت وماشي من غير ما يحط تبرع؟ فعشان كده احنا لازم عملية التنظيف تظل لفترة طويلة. بالنسبة لموضوع التبرع برضو اللي عملته السيدة أم كلثوم والتبرع للمجهود الحربي، الأستاذ إبراهيم عيسى كان بيقول إن أعظم حملة تبرع، مفيش حملة تبرع نجحت زي حملة تبرع أم كلثوم للمجهود الحربي. أنا متفق معاك إن ما فعلته أم كلثوم بالتبرع للمجهود الحربي كان شيء غير مسبوق في مصر، لكن قبل كده كان في فنانين كثر في أمريكا وأوروبا بيتبرعوا من أجل إسرائيل على سبيل المثال، أو بيعملوا حملات تبرع من أجل إسرائيل على سبيل المثال، منها إليزابيث تايلور، وكان في مواجهة ما بين تحية كاريوكا وإليزابيث تايلور لما تحية كاريوكا اكتشفت إنها بتجمع تبرعات لصالح دولة إسرائيل. يا ترى الحملات مثلا اللي عملها الأستاذ عمرو أديب من أجل مواقف معينة برضو دي ما كانتش ناجحة يا أستاذ إبراهيم؟ هو إحنا ليه دايما بنحاول نكسر المقاديف؟ ليه بنقصقص الريش؟ ليه ما نساعدش وكل مننا يدلي بدلو من أجل إنجاح هذه الحملة وتبقى زي حملة أم كلثوم أو أعظم منها؟ لأنها مش بس بقى للمجهود الحربي، لا، ده لإنقاذ وطن، لإنقاذ اقتصاد وطن، لإقامة دولة سعى معظم دول العالم بجبابرها أن يركعوها فلم تركع. أرجوك، يعني أنت راجل لك منا كل احترام، ليه الكلام ده؟ ليه؟ أقباط في حب مصر، أهلا وسهلا. ألو، مساء الخير يا ألو، أستاذ أحمد. يا مرحب، أهلا وسهلا بحضرتك. سلام المسيح معاك يا أستاذ أحمد. السلام والنعمة، أهلا وسهلا. دعانا لعودة أبونا مرقس بالسلامة والشفاء العاجل إن شاء الله يا أستاذ أحمد. أمين يا رب. الله يخليك. تسمح لي أتكلم في نقطتين بسرعة وفي عجالة كده. أول نقطة، الأستاذ صلاح جودة إحنا يعني بنعترف إن هو راجل اقتصادي فعلاً، ولكن ما بصش من نقطة معينة. إحنا لازم نمشي في خطين متوازيين، هي حملة التبرع اللي قام بيها القائد بتاعنا الرئيس السيسي فعلاً و الرجال الأعمال وبقية الشعب كله، وبالتالي النهوض بالتنمية سريعا. فالتنمية مع حملة التبرع دهيت، أولا مفيش حاجة هتكمل على التانية، يعني حملة التبرع هي اللي هتجيب التنمية، هنقدروا ننمي إذا كانت الميزانية متصلحة والموازنة عالية. دي نقطة. النقطة التانية، الناس اللي بتتكلم بتقول مفيش فايدة، لا، هي زي ما بيقولوا النوايا بتسند الزيت. لما الناس بره دول الخليج وغيره وغيره يلاقوا ان احنا كشعب قلبنا مع سياده الرئيس وان احنا فعلا واقفين وقفه جديه، اكيد هيدعمونا واكيد هنطلع من المأزق ده هو. ولكن لازم كمان احنا قدامنا يعني حاجات كتيره لازم تتفتح، زي ما سعادتك قلت دلوقتي ان لازم نطهر الخونه من البلد اللي هم اللي في البنوك واللي في المؤسسات وهنا وهنا، يعني امثال الراجل اللي حضرتك بتقول عليه ده هو اللي في البنوك وغيره وغيره، في عشرات بل مئات. يبقى احنا لازم نمشي في اتجاهات كلها في توازي واحد، يعني عمليه متوازيه كلها مع بعضها. فاذا عملنا كده، وانا واثق ان الرئيس السيسي بيعمل في الاتجاه ده، بس لوحده مش هيقدر يعمل لوحده ومش هيقدر يبني لوحده، لازم كلنا في منظومة واحدة. وبعدين أنا يعني بشيد برئيس الوزراء محلب، فعلا الرجل فعلا شريف ونظيف فعلا وبيساعد على البلد، لكن دعانا فعلا سريعا وبنصلي لربنا يحفظ الرئيس السيسي من السفريات المفاجئة دهيت ومن الأماكن البعيدة اللي هي أعداء لينا فيها، لازم ربنا يحميه ويخلي باله جدا ما يجازفش. احنا لازم نبعت من خلال المنبر بتاع حضرتك القوي دهوت
نبعت يعني توضيح. اي نعم ما فيش حاجه هتغفل على الرئيس، بس لازم نقول له خلي بالك لان انت ثروه قوميه للشعب المصري بل للعالم العربي كله، فخلي بالك وربنا يباركك يا استاذ احمد واعرف راي حضرتك وشكرا. انا متفق مع حضرتك تماما، وانا ما بنتقدش الاستاذ صلاح جوده، الاستاذ صلاح جوده والدكتور صلاح جوده يعرف عني ويعرف اكتر مني واكتر من عائلتي كلها عن الاقتصاد، هو رجل اقتصادي عظيم، ولكن نسى شيء واحد، ان مصر دلوقتي مش محتاجه ورقه وقلم عشان تعمل نظريه اقتصاديه، مصر محتاجه فلوس. يعني انا دلوقتي لما بحب اعمل مشاريع تنمويه وهو اتكلم عن مشاريع تنموية، جميل أنا متفق معاك، منين؟ ما هو لازم الشحاتة عشان نبني، لأن مفيش بح يك خلصوا عليها أولاد الذين بتوع 25 خسائر. فمعلش زي ما حضرتك بتروح تاخد قرض من البنك عشان تشتري عربية، تمام؟ ده مش هنقول عليه شحاتة، ده هنقول ان انت بتشتري عربية عشان تقوم بيها بمهام وظيفتك، في الحالة دي بتدر دخل على الأسرة وبتدفع منه ضرائب و و و، يبقى القرض ده طبعا ما يعتبرش حاجة وحشة ومش شحاتة، لأنه هيكون قرض تنموي لإنك تقوم بواجباتك ووظيفتك و و. وبالتالي كذلك ان الشعب يساهم في تنمية الاقتصاد وإنعاش الاقتصاد، ده مش عيب، ده مش عيب. على فكرة أيضا إن يضخ سلع تموينية للناس دي مش مجرد إنها طرف وبذخ واعتماد على موارد للطعام، لا دي استراتيجية أمنية لإحساس لإشعار المواطن البسيط بأن هناك فرق وأن هناك تغيير ملموس وملحوظ. لأن معظم اللي عمله مبارك للأسف لم يكن ملحوظا لأنه كان في بطن الأرض، بالعكس كان الناس كلها بتشتم وتدعي عليه لأن كانت الطرق معطلة وكان في دايما حفر ودايما ودايما ودايما، لكن كل اللي عمله كان في بطن الأرض واخد بالك، فما كانش محسوس للمواطن لكن كان محسوس لمصر. زي ما حضرتك تبني بيت اللي جوه الحيطان اسلاك وتوصيلات وحاجات زي كده بتكلف اكتر من اللي بره، لكن محدش شايف غير اللي بره، ما يعرفش انت حطيت مجهود وفلوس قد ايه في الحاجات اللي مستخبيه ورا الحيطان وتحت الارض. واعتقد ان الاستاذ صلاح جودة اقتصادي عالمي يعي ذلك، لكن أوقات وجود النظرية في حد ذاتها بيأخذ من قوة اندفاع العمل بمنتهى البساطة، وأتى أمامي كأنه خروف بالآخر بصراحة. دي حاجة. الحاجة التانية والضرورية إن لازم نعي إن لكل شيء تحت السماء وقت، وربنا مش هيسمح بحاجة إنها تحصل ليست في خطته لينا. للأسف قبل ما أخد المكالمات التانية وبقلب أفقده الحزن بأعلن استشهاد 4 جنود مصريين في رفح، 4 من جنود الأمن المركزي في ميكروباص جت عربية دفع رباعي فيها مسلحين، وقفوا الميكروباص فتشوا هويات الناس لقوا إن دول جنود، ضربوهم بالنار وهربوا. فالإخوان المسلمين بتمسي على المصريين كلهم وبيقولوا لهم رمضان كريم. يا ترى لحد امتى دم جنودنا
يهرق هكذا. هما مش عشان جنود أمن مركزي غلابة يبقى ملهمش فايدة وملهمش لازمة، لأ، كل واحد فيهم ضرة عين أبوه وأمه، كل واحد فيهم ضرة عين الوطن. ومش هقول بقى لازم يجي ومش يجي وسرعة ضبط المعرفش إيه، لأ، دي حاجات مسلم بيها. يجب وضع خطة أمنية كفيلة برصد مثل هذه التحركات والتعامل معها قبل أن تصل إلى أهدافها. من الآخر، أخبط في حب مصر، أهلا وسهلا. نو ألو، مساء الخير. تسير أهلا وسهلا حضرتك على الهواء. اوكي، هو انا بس بسال سؤال، هل المنطقه، هل مصر تعرضت لخطر اكتر من الايام اللي احنا فيها دي؟ النهارده لما يبقى الجيش بقاله 3 سنين في الشارع بيحمي الامن، يبقى احنا في حاله حرب. طب وهل في حرب كان الجيش في الشارع في يوم من الايام بيحمي البلد بره وجوه؟ علاء الأسواني ده ولا فيسك، مين دول؟ أنا عايز أدور على علاء الأسواني، المنبع المستنقع اللي طلع منه إيه، عشان تعرف إيه هو علاء الأسواني ده. واحد بيدور على الديمقراطية وأنا بدور على الأمن والأمان في بيتي وفي الشارع وفي محلي وفي شغلي وفي زراعتي. إحنا النهارده يعني دي حرب يعني فوق الخيال. يعني انا من غير قطع حضرتك، يا ريت هو بيدور على الديمقراطيه. طب ما اذا هو كان بيدور عن الديمقراطيه، فالديمقراطيه هو حكم الاغلبيه وحكم الشعب، والاغلبيه قالت في 30 يونيو ان هم مش عايزين النظام ده، يبقى هي دي الديمقراطيه. اذا هو بيبحث عن مصالح شخصيه واراء شخصيه، وليس يبحث عن الديمقراطيه بمطلقها. يا باشا ده مش 30 يونيو بس، الشعب طلع، الشعب طرح في 26 في 26 يوليو بيقول للجيش احنا قدامك ووراك وكل شيء احنا فداك ليه، لانه الجيش هو الحاجه الوحيده في المؤسسات المصريه اللي اتبقت، وهو الجيش النهارده اللي بيدفع الثمن، دم ناس بتستشهد واطفال بتتيتم وحريم، يعني دي ما احنا في ماساه جامده جدا. أنا مش عارف يعني إزاي الإعلام المصري هابط للدرجة دي؟ الإعلام المصري هابط جدا. واحد زي إبراهيم دهواتي ولا غيره ولا غيره، ويعني الناس دهياتي بتدور على شو إعلامي، بتدور على فرقعة، ما بتدورش على القضية الأساسية أو المحور الأساسي اللي هي مصر متواجدة فيه النهارده. احنا في حالة انهيار كامل. فإذا كان السيسي اتبرع بفلوس بنص مرتبه أو اتبرع بنص، إيه يطلع إيه الكلام ده بالنسبة إن هو ضحى بحياته؟ الجيش ضحى بكل شيء والبوليس ضحى بكل شيء، فإيه الفلوس بالنسبة للحياة وبالنسبة للدم اللي بيسيل كل يوم؟ الإعلام لازم يصحى شوية، الإعلام بيدور يعني إعلام هايف وتايف، إن كان مؤيد ولا معارض، وهم مش عايشين القضية من أساسها. إحنا بتحاربنا من بره ومن جوه، في المية وفي الأكل وفي الحدود وفي كل حاجة، ودينا شايفين لبنان وشايفين سوريا وشايفين العراق وشايفين اليمن وشايفين بلاوي كتيرة جدا، واللي تبقى من الدول العربية دي قليلة. فاحنا ازاي ما نعيش القصه ونروح ندور على فرقعات اعلاميه وشو عايز يظهر نفسه وعايز ده قله ادب من الاعلام المصري، ان هو هابط ومش في مستوى المسؤوليه ولا في مستوى الوطنيه، وناس متخلفه ولا ليهم هدف ولا ليهم غايه غير الشو الاعلامي. انا مش عارف اقول لك ايه بصراحه، سوري يا باشا. شكرا. شكرا يا فندم، شكرا، رساله وصلت، متشكر جدا. أخبار في حب مصر، أهلا وسهلا. أيوة أستاذ أحمد، معلش رجعت لك تاني. لا، أهلا وسهلا بيك في كل وقت. أنا ابن النيل، أنا عايز أقول للكتاب والمبدعين في العالم، بدل ما يكتبوا عن مصر وعن السيسي وعن الحاجات دي،
يبدأوا يفكروا في الحاجات العظيمة اللي ربنا حافظ بيها مصر، زي التمثال الفرعوني اللي كان مسروق ومحطوط في سفينة تايتانيك وبسببها غرقت، زي المجموعة اللي طلعت الجبل في سانت كاترين اللي هو جبل التجلي وفي 3 ثواني جت عاصفة تلجية موتتهم، زي المنطقة بتاعت العالمين أيام الحرب العالمية الثانية لما مات فيها كل الألمان عشان دخلوا أرض مصر، زي ما في حتة بعد سيدي براني اسمها المقتلة، اسم على مسمى اللي مات فيها 3/4 الناس اللي كانت جاية تغزو مصر وتفتحها. عايز الناس دي تفكر في الحاجات دي، الناس تكتب عن الحاجات دي، مش تكتب السيسي بعت والسيسي جاب. الناس دي متخلفة، سيبكم من علاء الأسواني وسيبك من الراجل الأمريكي، كل دول بيكتبوا بيقبضوا حق كتاباتهم. العالم لازم تفكر في اللي بيحصل، مصر محفوظة من ربنا، هيقسموا كل الدنيا ومصر مش هتتقسم. فوقوا يا جماعة، فوقوا، مصر محفوظة من ربنا. وشكرا يا أستاذ أحمد. متشكر جدا يا فندم، متشكر جدا. أخبار في حب مصر، أهلا وسهلا. ألو. ألو، مساء الخير. مساء الخير يا أستاذ أحمد. مساء النور يا فندم، أهلا وسهلا. كنت عايز أقول حاجة، المخطط ده اتقال عنه في آخر محاكمة لحسني مبارك، وقالها المحامي بتاع فريد الديب، وقالها الدفاع بتاع الشهود بتاع لواءات الشرطة، إن أي. المخطط ده كان مرسوم وكان متضبط إن كل الحاجات دي تحصل. أول حاجة البرادع اللي نزل فجأة، الراجل اللي طول عمره بيشتغل مع الأمريكان، واضح كان قوي إنه عميل وله دور. أول ما عملوا الصفح بتاعته في الفيسبوك، البراد هي عمل التغيير واحنا معاه، فجأة اختفى. راح فين الراجل ده؟ ده دلوقتي انتخابات رئاسة الجمهورية، فلسع فك، ليه هو دوره اترسب وقالوا روح على كده كفاية، انت كفاية ان انت هزيت مبارك، ندور عليه مفيش. فالأسواني كان نفس الفيلم برضه، جه أحمد شفيق كان رئيس وزارة وكان راجل محترم وكان ماشي البلد كويس وكان ممكن يبتدي التغيير منه. لا يقول لك ده الفلول، فلول فلول مين ده؟ انتوا اللي فلول كلكم. حاول لحضرتك ايه؟ مصر شافت كتير، وشويه الاقاليش علاء صادق ولا علاء الاسواني بيكتب في نيويورك تايمز وفرحان قوي، كتب مره قال انا خلاص من دلوقتي هتلاقوا لي مقاله اسبوعيه في نيويورك تايمز. الهلفوت بيكتب في نيويورك تايمز ففرحان، ما يعرفش نيويورك تايمز بقت زي اي جريده بتشتم وبتغلط وبتقول وبتزيف حقايق وبيقبضوا من قطر وبتتباع وبتتشرى، ما اعرفش. متخيل ان هو نيويورك تايمز بنعتبرها انها زي صحف التابلويد، بقت اسوا صدقني يا استاذ احمد، بقت اسوا، والجارديان بقت اسوا، واشنطن بوست اسوا، كلهم بيجيبوا كلام غلط ومتناقض وبيالفوا على مصر لان مصر ماشيه صح. وصح زي ما اخر واحد كان اتكلم قبلي وقال ان كل اللي بيمد ايده في مصر ربنا بيقطعها له، هقول ايه؟ ربنا موجود يا استاذ احمد، يبارك في شعب مصر. امين يا رب، امين. متشكر جدا يا فندم. اخبار في حب مصر، اهلا وسهلا. الو، مساء الخير. طب بس عشان الوقت، هل انا مسموع؟ استاذ ادم حضرتك سامعني؟ طيب خلينا نكمل حوارنا. نرجع تاني للي احنا كنا بنقوله ونبص ليه الوضع الحالي. واشنطن بوست، واشنطن بوست بتقول ان السيسي اذل جون كيري، فكاتبه وبتقول، وخدوا بقى خدوا بالكم من الخطاب التحريضي ان صح التعبير. انتقدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه مصر، ووجهت رسالة شديدة اللهجة لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وطالبته بالتوقف عن إبداء اندهاشه أو صدمته من تصرفات قادة مصر بعدما أعرب عن تضامنه معه. وصفت الصحيفة في تحياتها الأربعاء زيارة كيري إلى مصر الأسبوع الماضي بأنها كانت متملقة، حيث وصف الانتخابات التي أتت بعبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق إلى مصر بأنها تاريخية، بجانب وعده باستئناف المساعدات الأمريكية بشكل كامل. واستنكرت الصحيفة احتجاج كيري على الحكم بالسجن ضد 3 صحفيين مصريين وأجانب، وقالت النظام المصري
أذل كيري والولايات المتحدة بالحكم ضد هؤلاء المصحفيين، وجاء احتجاج وزير الخارجية كما لو كأن تلك الأحكام كانت غريبة على النظام الذي هنأه للتو. وهاجمت الصحيفة إعراب وزير الخارجية الأمريكي عن ثقته المتكررة بأن النظام يسير في اتجاه الديمقراطية، رغم أن جميع الأدلة تثبت العكس ما يقول. وأشارت إلى أن كيري أجاب عن سؤال عن أحكام الصادرة بحق أكثر من 100 من أنصار جماعة الإخوان، حيث قال: أعتقد أنه من الأنسب للرئيس السيسي التحدث إلى أولئك في الوقت الذي يراه مناسبا، لكنه منحني شعورا قويا للغاية تجاه التزامه بحقوق الإنسان. وتابعت في اليوم التالي قضت المحكمة على الصحفي محمد باهر والصحفي الأسترالي بيتر جيرستي والصحفي المصري الكندي محمد فاضل فهمي بالسجن مدة تراوح من 7 و10 سنوات. وقالت الصحيفة أنه بعد مرور 3 سنين على اندلاع ثورات الربيع العربي أصبح وعد تحقيق الاستقرار هو مجرد سراب، حيث حكمت جماعة الإخوان البلاد بشكل سيء بعد فوزها بالانتخابات. وأكدت الصحيفة أن إسكات وسائل الإعلام وقمع أي معارضة ليبرالية والعودة إلى اقتصاد يسيطر عليه الجيش هي أمور لا تحفز نحو الابتكار أو النمو الذي تحتاجه مصر الفترة الحالية. واختتمت الافتتاحية بالقول: ربما نحن على خطأ، وكان الرئيس باراك أوباما على حق في العودة إلى النموذج القديم في تملك الدكتاتوريين العرب، ولكن يجب ألا نهين السجناء السياسيين الشجعان خلال التظاهر بأن حقوق الإنسان هو أولويتنا. عمركم شفتوا خطاب دنس مليء بالتحريض زي كده؟ لكن مش مشكلة، يا ما دج اتعرضت بول. وزي ما قلت لحضراتكم، كل ما الاقي ان امثال هؤلاء بيتكلموا في حق مصر وفي حق زعيم مصر بهذه الطريقه، باتذكر حديثهم الفظ في حق ناصر وحق مصر الحره التي واجهتهم بكل قوه في الماضي. ولربما تكون هذه بشره خير ان مصر الواعدة قادمة مرة أخرى من أجل أن تسود في المنطقة ويكون لها الدور الريادي الذي طالما تعودت عليه. أقباط في حب مصر، أهلا وسهلا. ألو ألو، مساء الخير. مساء الخير يا فندم. مساء النور. أنا عايش برا مصر ولسه سامع حضرتك دلوقتي بتتكلم على حكاية الخمس عساكر أمن مركزي إن هم اتضربوا، وبيحيوهم عشان خاطر رمضان كريم وكده. بره هنا وانا عايش هنا في نورث امريكا، لما بيحصل واحد بوليس بس عربيته بس تتلمس ما بيكفيهمش، سدوم وعموره دي ما بتبقاش حاجه بالنسبه لهم، الدنيا بتنهار. وتلاقي الصوات والامن المركزي اللي القوات اللي بتنزل القوات شايله اسلحه كان هم داخلين حرب، عشان مجرد راجل عسكري منهم اتلمس. البلد بتتأثر هنا في أمريكا وفي كندا. نعم. ودلوقتي خمسة بس، خمسة تقتلوا. يعني أنا أتمنى إن أنا أكون في الشرطة المصرية دلوقتي، لأن الخمسة دول أقتلهم 5000 قدامهم منهم. ده اللي بنشوفه هنا في كندا وفي أمريكا. واحد صحيح. بس. وأنا مجرد ما أقول هو أوفيسر داون، البلد كلها تتشل. كلمة اوفيسر داون ديت اوفيسر داون اور شوت فاير ولا أي حاجة، تبص تلاقي السرينة جاية من كل حتة. ده يعني ما يعني أنا مرة حصل معايا، كنت باخد ترافيك تيكت وجا في اللاسلكي اوفيسر نيد هيلب، اوفيسر نيد اسيستنت، رمالي الرخصة بتاعتي جوه العربية ونط في العربية بتاعته وطلع طوالي، وكل حاجة بتتساب ويتراح لمساعدة ضابط الشرطه اللي محتاج مساعد، مش انه اتضرب او انه اتقتل او انه اتجرح، مجرد انه طلب المساعده. فللاسف للاسف للاسف احنا لسه بنبص بعين الخجل للغرب وخايفين انهم يقولوا علينا ان احنا بنعمل وبنخلي وبنسوي. يجب من اجل ان يستتب الامن ان يتم الضرب بيد قويه. يا مظبوط مظبوط. من اخر ايام ايام زمان كان، يعني كان ايام هتلر لما كان عندنا في بيحارب، كان بيقول لك مجرد ما عسكري الماني يتضرب قدامه 10 من المنطقه اللي اتضرب فيها لازم يتضربوا،
ما كانش حد يقدر يمس جندي الماني، كان يبقى أكيد. ماشي قدامهم ما يقدرش حد يبص له في عينيه. هنا برضه في نورث امريكا محدش يقدر يعطس قدام عسكري او ضابط، لانه بيمثل هيبه الدوله. ولغايه ما تتوقف هذه العمليات نتيجه لقوه القانون والردع، هيبه الدوله هتفضل مش مظبوطه وهتفضل منقوصه. يجب ان تكتمل هيبه الدوله بان يتم الانتقام الفوري من كل من يتجرأ على ابنائه. مظبوط، يعني دي اسمها الشمس ما تغربش غير لما نشوف المنطقه كلها اتقفلت واللي عملوا الموضوع ده جم. يعني مش عايزين نقول اللي عايز يتعلق لهم مشانق كده اهوت، يعني حرام اللي انا لا افضل ان يتعلق لهم مشانق، وما افضلش ان هم يتحتم التحقيق معاهم. انا افضل ان هم ثواني الحقيقه يتم تصفيتهم خلال التعامل معاهم. في نورث امريكا هنا هم ما بيعلقوهمش مشانق، عارف بيعملوا فيهم ايه؟ بيصوروهم بيتضربوا بالنار في وسط الشارع. اللي بيبقى يشوفوا في ايده سلاح واحد قدام على بس مجرد سلاح قدام عسكري قدام ضابط هنا في نورث امريكا ما بيقدرش يتنفس. بيسموه جاستيفايد شوتينج. يعني الضابط او الشرطي الامريكي او الكندي شاف ان اللي واقف قدامه ده معاه سلاح، اداله امر بالقاء السلاح ولم يلقيه، حتى ان لم يوجهه تجاهه لم يلقي السلاح، فعلى طول يضربه بالنار. ما يضربوش رصاصه، يجب انه يتاكد انه مات، يضربه رصاصتين. التعليمات بتقول رصاصتين مش رصاصه واحده. تمام، شكرا يا فندم، متشكر جدا. خلينا نشوف كلمة السيد المشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المصرية في المؤتمر الإفريقي. مش الكلمة كلها، الكلمة كلها أخذت حوالي 20 دقيقة، فهنشوف جزء منها حوالي 4 دقائق ولا حاجة. يا ريت لو جناب المخرج يعرض والحكومات. إنه لمن دواعي الفخر أن أكون بينكم اليوم ممثلاً لشعب مصر الذي طالما اعتز بانتمائه لقارته الإفريقية، والذي عهدتموه دوماً رفيقاً في النضال والعمل الإفريقي المشترك. فانتماء مصر لأفريقيا ليس فقط لاعتبارات التاريخ والجغرافيا، بل هو ارتباط جذور وهوية وعلاقات مستقبل ومصير، وملحمة مشرفة من النضال المشترك دشنها الآباء المؤسسون عبد الناصر ونكروما وسيكوتوري وبنبلا وهيلا سلاسي وبودو بوكيتا، وقائمة طويلة من القادة العظام وصولا لمانديلا في سبيل تحرر شعوب القارة ورفعة شأنها بين الأمم، استنادا إلى رؤية طامحة لأفريقيا والعالم تقوم على قيم العدالة واحترام كرامة الإنسان. تعود إليكم مصر اليوم ولديها ما تحكي عنه بكل فخر واعتزاز، وكلها ثقة في أن ما مرت به من صعاب وما حققه شعبها من إنجازات هو رصيد مشترك لشعوبنا جميعا، كما أنها على وعي تام بأنه مثلما كان التحرر والاستقلال ملحمة بطولية مشتركة خاضتها إفريقيا منذ عقود، فإن ثورة الشعب المصري في 25 يناير و30 يونيو كانت من أجل أهداف تمثل تطلعات مشتركة لشعوبنا نحو التنمية والديمقراطية والعدالة والكرامة الإنسانية، وهي القيم التي عبر عنها دستور مصر الذي تم إقراره في بداية العام الجاري. وأود في هذا السياق أن أؤكد أن الديمقراطية طريق نسير عليه جميعا، وهو طريق لا يخلو من عوائق وتحديات، حقق بعضنا تقدما أكثر من بعضنا الآخر في مواجهتها، ولكن أحدا لا يستطيع الادعاء بأنه بلغ حد الكمال. أصحاب الفخامة ورؤساء الدول والحكومات، السيدات والسادة، إن مصر
وإن غابت لبعض الوقت عن المشاركة في أنشطة الاتحاد الإفريقي فإنها لم تتوقف يوما عن الانشغال بهموم وقضايا قارتنا. فمصر لا يمكن أن تنفصل عن وجودها وواقعها الإفريقي. مصر التي ساهمت في تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية عام 1963 ولم تبخل يوما بعقول أبنائها أو بقوة سواعدهم لبناء الكوادر والقدرات الإفريقية. إلا أنه لا يخفى عليكم أن شعب بلادي قد تألم حينما رأى الاتحاد الإفريقي يتخذ موقفا مغايرا لإرادته، حينما رأى إخوته الأفارقة لا يبادلونه التضامن والمساندة والتأييد. الآن وبعد أن تابعتم بلورة استحقاقات خارطة مستقبل الشعب المصري وتحديدا إقرار الدستور المصري الجديد وإنجاز الانتخابات الرئاسية، فإنني على ثقة أن كافة الإخوة الأفارقة باتوا يدركون أن 30 يونيو كانت ثورة شعبية مكتملة الأركان. أنا بيعجبني جدا ترتيب الأحداث في الخطابات وشغل السياسة اللي على كبير، فيرمي 25 خسائر في النص لكن دايما ينهي بالثورة الشعبية 30 يونيو. لأن لو فرضنا جدلا أن 25 خسائر كانت ثورة على ما قبلها، فأكيد 30 يونيو ما كانتش استكمال ليها، لا كانت ثورة عليها وعلى ما أتت به. وتظل مصر دائما شامخة أبية أمام كل من يحاول الاعتداء. وأوجه التحية للقادة العظام اللي الحقيقة استراتيجيتهم الرائعة عبرت بمصر مرحلة الخطر. فجعلوا الأقزام تتخيل أن المارد المصري قد سقط ومات، وظلوا يمارسون هذا الدور حتى جاءت الكلمة وساعة الصفر، وإذا بالمارد ينتفض ويدهس الأقزام. هكذا كان دور قادة مصر في الفترة السابقة. أحبائي، إحنا وصلنا لآخر الحلقة النهاردة، لكن قبل ما أقفل الحلقة مع حضراتكم عايز أقول لكم إن إحنا بنعاني شديد المعاناة في هذا المنبر، وإن الحقيقة سنصل أو وصلنا إلى مرحلة أننا لا نستطيع أن نكون موجودين على الهواء لعدم وجود تبرعات كافية لسد الاحتياجات. تم تقليص ساعات العمالة، تم ترشيد الإنفاق بطريقة قد تؤدي إلى عدم القدرة على تقديم العمل بشكل يليق. فعشان كده أنا بطلب من حضراتكم برجاء المحبة، إن كنتم شايفين إن هذا المنبر يعبر عن آرائكم ويقدم لكم ما تريدون مشاهدته وسماعه ويقدم لكم منبرا مفتوحا للحوار، فياريت لا تبخلوا على منبر قناة الطريق بتبرعاتكم السخية. الحقيقة الحزام مشدود على الآخر، وإحنا في وقت بنطلق فيه إشارات الاستغاثة، فأرجو من حضراتكم أنكم تنظروا إلى مثل هذا المنبر وتقدموا
تبرعات حضراتكم. ازاي تتبرعوا؟ بتبقى موجودة على الشاشة قدام حضراتكم عن طريق التليفونات، او بتخشوا على موقع القناة في طرق للتبرع عن طريق باي بال وعن طريق كريدت كارد وحاجات كتيرة جدا جناب المخرج ممكن يبقى يعرضها لنا. فمن فضلكم يا ريت ما تبخلوش على هذا المنبر بتبرع حضراتكم. وشكرا لحضراتكم دائما لاستجابتكم السريعة، وأتمنى إن المرة الجاية لما أقابلكم أسمع سمع خير من الأستاذ جوزيف وإدارة القناة، إن الناس بدأت تتشجع وتتبرع لقناة الطريق. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء. ازرع صنع كل مجاهد حيله لأمله، ربنا مش هيضيع أبدا أجر مكافح يتقن عمله. اخلق جدد انتج صدر خلي بلادك تقوى وتكبر. على كل الصعب وسيب، حق بلادك وحده عليك، عايز منك سعي كتير، دوس على كل الصعب وسيب، اكمل عملك جهد زيادة، خلف مصنع عملنا عبادة، قوم بإيمان وبروح وضمير، دوس على كل الصعب، على كل الصعب وسيب. بنيت الهرم قبل الزمان بزمان، وبنيت لنا مصرنا السد في
سمي صلي كبر توصل فوق المعجزة واكتر قولوا على كل الصعب على كل الصعب وسيب في كتير طرق وسط الحياة